عنف فني ناعم لم يأتي من فراغ، بل جاء متماشيا مع الشارع وتخلص المجتمع من قيود الدولة على مدار أكثر من عامين، ما جعل العنف اللفظي والجسدي من التفاصيل اليومية، جمل ومشاهد لم يعدد مشاهد الدراما أن تصحبه في رمضان، حيث معايير الرقابة أشد انضباطا من المعتاد. جرأة استدعت وضع التحذير الشهير فوق 18 للتدليل على محتوى موجة حارة، وهو الأمر الجديد في الدراما التلفزيونية العربية لتحديد فئة مشاهديه. المسلسل يحذر منذ البداية من قسوة الواقع، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب أسامة أنور عكاشة التي تحمل عنوان منخفض الهند الموسمي. أحداث موجة حارة تدور في جو من المكاشفة الدرامية غير المعتادة، نتابع مواقف وحركات وعبارات غير معتادة وخيانات وعلاقات خارج إطار العلاقة الزوجية، في إطار الصراع بين سيد رجب الشخصية غير الأخلاقية وبين ضابط في شرطة الآداب الذي يقوم بدوره إياد نصار. كيفك مرتبوك؟ تمين عاد. مسلسل القاصرات هو الآخر نجح في إثارة الجدل حوله من الأيام الأولى لشهر رمضان، وهو من كتابة سماح الحريري وأخراج مجدي أبو عميرة. أمينة. والمسلسل حول رجل كبير في السن يهوى الزواج بفتيات صغيرات لم يبلغن 15 في صعيد مصر. الدراما يقول القائمون عليها إنها تظهر عيوب المجتمعات المنغلقة في مصر بشكل يجعلها تتحول إلى جرس إنذار حقيقي. عزز هذا الرأي حالة استنفار سياسي ضد حزب النور السلفي في مصر الذي يؤيد إلغاء الحد الأدنى لسن الزواج، فيما رأى البعض الآخر أن زواج القاصرات يكون في الأغلب لأثرياء غير مصريين. وما بين الرأيين تدور وقائع المسلسل وسط الخيانات وحالات الظلم التي تطال المرأة والرجل معا في مكان معزول عن العالم في الصعيد، حيث أناس مشغولون بحياتهم اليومية وغرائزهم الجنسية فقط وسط غياب كامل للدولة. يا سلام بقى لو تأثرت أنك من هنا حبة ومن هنا حبة، ما تخافش ما بقولكش حلاقة أصغرها شوية. واللافت إنه ومنذ عرض المسلسلات مع سقوط الإخوان إثر الغضب الشعبي لم يظهر أي رد فعل شعبي أو رسمي معارض.